وانا برضو مع كابتن وليد وباكد الكلام كابتن وليد على ان احنا برضو ما نتحملش الضغط دوت في اتحاد كوره. وقلت للكابتن هاني الكلام ده النهارده ان احنا نقعد نتفرج بهدوء، ده الحكم الاجنبي بقى غلط هنا غلط هنا، خلاص بقى ده قدر. ده قرار في منتهى الحكمه يا حاج عامر، قرار في منتهى الحكمه. يعني انا بايد الكلام بتاعك، انما في الاخر قرار بيرجع لمجلس الاداره ولجنه الحكام. يعني لا، قرار في منتهى الحكمه، ومباراه حساسه جدا جدا جدا، لازم تطلع، لازم تطلع ببر الامان، يعني باي ثمن ان شاء الله تطلع على بر الامان. وكنت عايز اقول